تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدنا الأربعاء أن تهم زخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح الأطلس الكبير وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق فوق كل من الريف والأطلسين الصغير والمتوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، إلى جانب ظهور سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا خلال الصباح والليل على السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى. ومن المتوقع أن تعرف الأقاليم الجنوبية للمغرب تساقطات مطرية غزيرة، وذلك ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية الأسبوع المقبل. وأوضحت المواقع المتخصصة في تتبع حالات الطقس أن تدفق الرطوبة المدارية نحو الشمال الشرقي إلى جانب توقعات النماذج العددية تشير إلى تراكم كميات مهمة من الأمطار على الأقاليم الصحراوية وسوس وبعض السفوح الشرقية. أما فيما يخص درجات الحرارة فستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و 25 درجة فوق كل من الغرب واللوكوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 7 و 12 درجة بالريف وبالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق الأطلس المتوسط وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وفي انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى محلي هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئ القليل الهيجان ما بين راس سبارتيل والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.